حياكم الله المعكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. غادر العراق ترتيب دول العالم حسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي الذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة، وذكرت مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية المتخصصة بتصنيف دول العالم في تقرير أن المؤشر يقيس الحرية الاقتصادية بناء على 12 عاملا كميا ونوعيا مجتمعة في سيادة القانون وحجم الإنفاق الحكومي والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، مبينة أن العراق أصبح خارج التصنيف، وذلك يعد مؤشرا جديدا على الفشل والفساد. قال خبراء اقتصاديون إن إجراء التعداد السكاني في العراق سيكشف حقائق قد تكون مغيبة تتعلق بالنسب السكانية التي تصاغ وفقها الموازنة العامة. وأضاف الخبراء أن التعداد السكاني سيكون بوابة لإعادة ترتيب الخارطة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوزيع الثروات والدرجات الوظيفية على المحافظات عبر المعرفة الدقيقة لعدد العاطلين والعاملين والخريجين وكذلك نسبة الفقر في البلاد. أعلنت وزارة الموارد المائية تجفيف وردم نحو 3000 بحيرة صناعية للأسماك أنشئت بالتجاوز على النهر في عموم البلاد، فيما حذر خبراء من نقص حاد في الثروة السمكية للعراق نتيجة ردم تلك البحيرات التي كانت تمد السوق بكميات كبيرة من الأسماك. وأضافت الوزارة أنها ستواصل إزالة البحيرات المنشأة تجاوزاً في عموم قواطع المسؤولية للحفاظ على الثروات المائية وضمان التوزيع العادل لها، موضحة أن ذلك شمل كخطوة أولى تجفيف البحيرات ومن ثم فرش أكتافها وقطع المصدر المائي والمغذيات الكهربائية عنها لعدم ملئها مرة أخرى. ارتفعت أسعار القمح مقلصة خسائرها الأسبوعية بعدما أوقفت السلطات الروسية حركة الملاحة في ميناء نوفروسيسكا الذي يستخدم لشحنات الحبوب الأسمدة وغيرها بعد تعرضه للقصف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن محاولة هجوم على قاعدة نوفروسيسكا البحرية باستخدام طائرتين من دون طيار، مؤكدة أنه تم تدميرهما. وفي بورصة شيكاغو ارتفعت العقود الأجلة للقمح تسليم شهر أيلول أكثر من 2% لتصل إلى 6.39 دولار للبوشل، وهي وحدة قياس بريطانية تساوي 27 كيلوغراما و200 غرام. ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% بعد قرارين أعلنتهما السعودية وروسيا من شأنهما تقليص الإمدادات في السوق حتى شهر أيلول. وقالت السعودية أنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميا شهر ثالث بما يشمل شهر أيلول، مضيفة أنه من الممكن تمديد الخفض أو زيادة مقداره بعد ذلك. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية نحو 9 ملايين برميل يوميا في شهر أيلول، بما أعلنت روسيا أنها ستخفض صادرات النفط بمقدار 300,000 برميل يوميا في نفس الشهر. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.